بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. ودرسي السدحاد نونيدي بالفتح البستي عنوان الحكم بيت كشري طبناد: من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. حنك قصوح الله بيتك كان كهري إن روحة عشدة فضلقي سيوحو دتك لديري هاي مناعة إنو سن إهل إيو صاحب إيو والعالمين لهين تعكسي كذا روح حولها بحية هاي بيت كان كذا الله. من روحي جاد ديقة بالمال حولها كديقة مال وحاوئي لنا يا الناس ذاتك قاطبة أيقو إذل إلي حقي سيو إلنا والمال حوله نفتان وميت فتنين بدن للإنسان بن آدمك. قيبت هوري وما شطري هوري بيت كاوكو كاهل ليا شيء يعني محسوس وموغضة وآه بن آدمك عديك عن فران وحولها كود يغضى إن حقي سود آدم وأي تشعل هذا وأي كورورا حانا كينية جعيلك أي حولها أقبان حيلا كتوسي وحا كمدا يضو يسكعور في عادة هاي شيء مشاهدة هاي مجربة هذا نصوص باكوسو عرورتي إذي وحبي حساء إن إيدتك أي شعلان أيانو آذية. مثلا في صحيح مسلم ومسند أحمد وحاكوي ميت سعيد المسيب باوحو لي صفوان بن أمية أي أوحو يلصفوان بن أمية وحكم إذا أضياشي قال داها دال دم سوى إسلامي النبي صلى الله عليه وسلم حول بدن أسيي سيداك سوى إسلام وحليها هي أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حنين يعني دولانك حنين أي النبي صلى الله عليه وسلم إسيي بوري حول بضم بوسي مركا وحولها إسينا ينا ضدك إلهي أورتوان أقول نعبا بوري فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي. موسى النبي كزولين إنه إسينيو إلى ونقضي بوري ضد كميت كان وجع له يعني هو إسلامي إسلامي بدي سنوي في ذناته لكن مركي هو حولها سصور راعي حولها فرح بدل النبي إسيني صلى الله عليه وسلم أي صور راعي. طيب عايز لكاسو كلام إذا حديثك أحمد وري بسناد صحيح بس الكيسانة مسلم باوريي نبا النبي قويدي صلى الله عليه وسلم وحبوه ويديستي رسولك إلهي وحيسيه فأعطاه غنما بين جبلين أري وحسيي لببو ردحو ذبو حينيه أري آذف ربضا حديث كهذا القرآن صلى الله عليه وسلم مرقسو طلقي أيم إذا وحري يا قومي أسلموا طلقيو إسلاما فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة. محمد وحو بحينيا وحسينا يا دتك سيدي نين آن فقري بك بقينين وكلا وعيلوا إن كان الرجل ليجيء إليه ما يريد إلا الدنيا. نبي قال نين باو إيمانيا صلى الله عليه وسلم دد باو إيمانيا الدنيا موي وحكا المرة بار مركا او إيمانيا الدنيا دون واي حولها او قيبين ايو ام باهم قري كهيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا بما فيها. مركو حولها درتو دوسو إسلامو قلبني ما ذي بإسلامي إيمانك بقلبي جي صدقه مركزه الدين تيس وحي نقول إسا مدو كتش عليها الدنيا ديس دين تبا مركز قلبي جي سقالي كن نقول إسا وإيمانك بقلبي جي معنا لكن مركي هو رأي إيمانه حولو صور راسي محمد حولو قيبين يا حولها سالة صور دونتي مركز
من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه ويمعنه ولسوء هذه روحي يعني وحلو وقاده. طيب وأنا بدك أنتي إن قضب كان لتشديه إلهي بن آدم كأقيه هاي سي قلبي قيسا لوسو تشيده أيال لتشديه وزكدا مصاريف تيذا اللغو دري والمؤلفة قلوبهم. لكن سيدا صح ذا ماءها إن ميزانك يقيم كالروح اللغو قيميه إن حول النقدان ما أما حول هاي سيقوضا أما بحين ذا ما وحكور الروح قيمين تيسو اللغو قيميه إن نقطه روح الددنمة ديسة هي أقون تيسة هي أخلاق ديسة هي الدين تيسة هي تاسع صلاة. أما حوله وحويان وشيء إسكعارض كمت تسان روح الددنمة ديسة كمت تسان كهيات الددنمة ديسة كمت تسان كوا أدو اللي تالسيا بل أخير الزمان كالنبي صلى الله عليه وسلم وحو شيغي الدنيا دو إني إسوكو أروري دونتو إنت يضبطن دتك كوا دا اللي تا. حديث أبي هريرة أحمد ورينا غيرك أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع الدنيا ذو رمان ميس واتقي ميس إلى أي أهاتو ننحن وآبهين حما لكع واللئيم لئيم ابن لئيم ننحن وآبهين حما إلى أي الدنيا ذو إسوغو أررته رمان ميس ابن نبي صلى الله عليه وسلم waan maalgo wada yani adduunyada iyo muxuu ahaay jagooyinkeeda kuraasteeda xoolaheeda awoodeeda jaheeda dadka xun bay ku ururi doonta dadka khalada dadka diinta lahayn dadka qiimaha lahayn marka aduu sa qiimo kale lahayn oo jahil yahay oo san akhlaaq lahayn oo san diin lahayn oo dadnimo kale lahayn xoolo leeyahay kaliya ta macna uma samayso xoolo leeyahay kaliya إني معنى وين وصل السماء تاس وحوي وعبادة المادة ومركز واحد لقاه الله يوحوي صح روح مركو بحي عادة ضدكوا قصة أورية والمال للإنسان فتان شطر قدام به وحوي حوله بين آذنك ويفتنين بدنيهين يعني قلبي قوضة وحالك قريه حولها تعيل كوضة تعيلك أي حولها تعيليهين أيام مركة وحلو دحغليه فتنتي ان لو فتنه يو لو امتحان حوله اني فتنه يهين وبنادنك فتنه كو يهين نصوص ربضان با كو سارورت او قران كريم كان وحكم اذا قول الله تبارك وتعالى في سوره الانفال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يعني اوغادا حوله اني عرورتين واون امتحان واون فتنه اختبار وامتحان إلهي أكتي سنة أجر وين بيال في سورة التغابن صدق عليه إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم بمعنى حولها ليدين مسينين تعيل ليدين مسين دور الشو ليدين كدورت وليدين كتعيل يكون لقى قديي ليدين مسينين كان للسيين وامتحاني هاي كان للسينين إن الله سيني بوكو امتحاني لو ذو امتحان واي مركا أحفيرنا يا الله تبارك وتعالى هدوك سي أتشكره عليه وتطيعه أم تستغل به عن تستغل عنه وتعضاض بها يعني ما لا ينبغي ما كشكر نيسا اللهم كو أقوانسا نيسا حولها ما هو استعمال إيسا ماشي اللهم تلقلي وإلهي ما كو أطيع إيسا ميسوات كو عاصر إيسا marka wax weey waa imtixaan kaas way xoolahi marka fidnadooda ayaa badan ayad kale rabbi tabaarak wa taala wakiilaha al maal wal banuna zinatu al hayati dunya wa dunyada quruxdeeda way quruxdii dhalalkaasi nafta jacay zuyyana lin nasi hubu ash shahawati min an nisaa wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawama wal al aam wal harsi wa hiyalahas layno quruxiya layna jacaylisiyo حديثي صحيحين كنا وكيها حكيم حزام رسول كان ويديستي بور صلى الله عليه وسلم فأعطاني وحمان رسول كان ويديستي وإسي يبور هذا نوان ويديستي وإسي هذا نوان ويديستي وإسي صدح قور مركو إسي ومدول بنتان ويديستي وإسي أيو رسول كحور يا حكيم
حكيمو إن هذا المال خضرة حلوة حولهني وعقار هذا رمعان شيء مركو عقار يهي إيش أتعل إيش أكو قوست مركو معاي هينا عربك أتعل نفط مركو شيء قاعد بيوتعش شيء قادو قروح بدنية هذا رمعاي هي نفط قادو تعل فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه روحي كقاته حولها سي روحي كقاتة إسئلالين يديق سنما النفطة نفطي سو ديق سيادو إسئلالين إيسو إسلو ريس روحي كقاتة بورك الله فيه والله بركيا روحي سو كقاتة إسوالد يحد قذب يإيمان الآن كرة ذي اللهم بركيا وكان كالذي يأكل ولا يشبع وحن نقول يا سيد الروح وحعونا هاي ونهدنا درقين يعني الدنيا ذا سيكس ضوضة وأرضو إسوغو سقط لبو كسل قاري ماي يعني ما نكدر جيوه لقى ما درجو مركا فتنا ذا سواه ما دام أي فتنا ذا تاي مركا وحل قلية هاي تهدر كهذا قام من جاد الروح ذا قبيل مالي حولها كود ذاقة مال الناس ومشي اللهين جناسك المال هي مالا هلا بكلمه اسمه نوع ياله لكن أدنى مع ذلك كلام معنا طيب تجنيس كيو من جاد الروح ذا قبيل مالح حولها كدقة مال الناس دتكيبا إيشه قاطبة رمانت وحاليهن إليه حجز والمال حولهن فتان وميد فتنين بدن للإنسان بن آدمك من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان سالم من سالم الروح لن نبطمه نبط يهشيس كلنا الناس ذاتك يسلم وحو كان نبط قليا من غوائلهم شرر كوضا يه لباتوي كوضي فساد كوضا وعاشوا نولانيا والحال هو إسوغو قرير العين مد إلقوا وسديئة إسك فرحسن جذلانو أو فرحسن سالما مسالما ذا وحل إذا ذا ترك الحرب بلينا هنا الدقال كيسك ديس وددك آذان ديبين وآد مصالحة إيا النبط ددك كل النولات سالسة إليه معنا مركا سالم بمعنى ترك المتاركة والمنع من الأداء والمصالحة مع الناس غوائشنا وحل إداء وجمع غائلة غائلة وحل إداء الفساد والشر وفسادك يشرك مركا حيالها تدك كي مادة لما تضوضع عيال إداء غائلة لإداء طيب وحكلوا لي هذا الغوائل الدواهي مصيبوين كواوين على العلوس نوحل لي هذا يجنا غوائل والدها طيب قرير العين وحاله استعمال فرحة قرير العين من قر العين واه القبوس واه معنا القبوس كوحل جودا وفرحة واه يقلب كودجا هيا لي هذا وقرت عينه بالي هذا تقر وتقر طيب مركي مروكتنا وحالو استعمالا سخين العين بلينا سخين العين يعني إشي وكلولات الكليل القبو ووحي لهذان للسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارة يعني اللي انت إشكت ماذا بيدينا فرح بيكت ماذا روح مركو فرح قاربة ويسمارك مركا اللي انت فرحة كتما دوحي لهذان وقبو اللي انت مرقت كتما دو روح مركو مرقا كتما دان وكليل بينهان ساس دلات يدبا وحي لهان فرحة نوحي لهذان قرير العين مركي ومرقسية نوحي لهان سخين العين من سخينة وحرارة اللقوة ده معنا ساسي مركا طيب مركا قرير العين إساقو فرح سوا واتي أهيد قرآن كأهيد مريم مركي أرنت هذه لجهلة في سورة كاف في سورة مريم
فكلي واشربي وقري عينا، وقري عينا القبو سوا يعني كفر احوال. طيب جدلانك وحل الى هذا، من جدل الرجل جدلا فهو جدلان اذا فرح. جدلانك بمعنى وكان فرح صنوة اسكو معنى دوي المر قرير العين هي جدلان واسكو معنى دوي هي. علماء القارب فرق أصمين يوسيد مثلا العسكري كتاب جيس فروق اللغوية وحليه فرق يقول حياة السرور والجدل وحويان. جدلك وحويان وحل إلى هذا، جدلك هو السرور الثابت حدي فرح ويهمت سغن ودائما يوجوغي مركا وحل إلى هذا جدل. حدوسن جوغي إننا مركا وحل إلى هذا سرور بلده أما فرح بلده فرق عسى أود حيولي هذه والله وكلمة يسكو معنا دواي معنا وحكوة ذا مركا وشددي سؤاي تهي روحة ضدك النبات كل النول هذا وان دقاء لمن صلح إيه النبات إيه بدبادة دنك يضم مراي روحة سي ضدك كان نبات قلها وحون النول هذا يسوى إسكفر أحسن سو إسكفر أحسن نولد دقن وحسلون بكون نول هذا وانا عبسي لهين ودكنا ما قبو وعيدنا كما بقيو ومحو هاي دبعت أعمال وجه استعمله يعني دتي رمب النبض لوديه حديث الروح روحه دجال كي صبته مركا وحى بدنيسا مركتي صاب بدنيس وعبسيدي صاب بدنيس ودكانو قليا وميل والبوكا بقيا مركا وحو كليا هاي نبض قاضو مر والبا سولو حقيه شيس كي يقاض وحكم إذا مهماها من سالم الناس ربح السلامة ومن تعدى عليهم كسب الندامة. روحي ذاتك نبات كل نولادة وحوفا إذا نبات قليه روحي كحد قدبنا قوممو كسبضا قوممو إيا ندامو أما دنبكو قلي أما خلطكو قلي أما غالقات دو إيمان أما دي حتى أدبين آذن كفكتو إلهي بقى الله يعقوبة دي سادن كفكنين مركا أف إيا أدن بقى حلقان نبات قلو دات كان نبات قلو وحيت الماميسا مسألة اللو يقان مداراتك داتك حتى ديبك له ديباتو كتو مادو ديبها الله قابلين طلق هذا اسك سامح أوكي الله تبارك وتعالى لها محوء هاي حمانتا لقلص وقابله وناك علي يدفع بالتي هي أحسن وناك قابل هكفع لقاذن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كي حتى عدو قوها مركض بيته صاحبه كل رغنة تي عاد حمان تيسي وناك لقابش مركا وحلقة وذا معناه ذو حويان مرنا به الدورنين دجال علاذ هالدورنين هذا كور يجي كرا علاذ يدجال هالدورن فإذا ملء عدا هدي يعني عدا زي هذا التبرير توضي يصيص دجال لقوم الدقدو دجال لقوم الدقدو. طيب ومسألة مدارات كليلة وحكى لي تروح لي هذا مدارات هي مجاملة مدارات كوح لي هذا روح أدب كيسة كبقيس لبعض تيني كاسو قارد أف كيسة أما أدن كيسة إن أد لقن كأو وناجيسو هذا الكأو وناجيسو سي أد شر كيسو قارد نبات كشو دين تأذن وكمانا راوحين لكن الدنيا ذا دي وحكم بداد كتن أزوليسا سي أد شر كيسو قارد نبات كشو مروحو قاري كرا إن أد حتى حولها أغسيسو سي أد شر كيسو قارد نبات كشو فاكي حديثكو أها ذبوا أعراضكم بأموالكم شرفتي إن واحد كدي فعلان حولهن حولها جبحي سي شرفت هذا وبدبات. أما مجاملة ذا وحلي له ذا إن الدين تذا أطلع وعده الدنيا درادت الدنيا إلى لنيسا دين تذا دين وطلع وعيسا تا وحلي له ذا مجاملة لي ذا ما بنانا
لكن مداراتك وحويان يعني دين تادي وحماد يلين أما الدون كاقبات بحين إيسا سئات دين تادي كوغونا بدقش أما الدنيا ذا قار كم إذا كوغونا بدقش أياد الدون كاقي قار كم إذا بحين إيسا يعني معاملة دي بدونا إيسا تاسمركو حل إله ذا ومدارات. طيب وكيلها أبو سليمان الخطابي عليه رحمة الله: ما دمت حيا فدار الناس كلهم فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قليل نديما للندامات. دار تأد تكتب دار ونروح والبعض سكت هاي كرتمي هي الدنيا اللي لها داي ضدك مداراتك كل رقم. طيب هذا دي يلي وهيدو فرطة لحظة كقنيني تونتاوة حالة دوي كوكو حسلان تونت. طيب ساسوي معنا وحا تلمامية سيدو كالي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نمبا إذن ويديست استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نمبا إذن ويديست قريب النبي صلى الله عليه وسلم وصوى قال رسول الله بركاس النبي صلى الله عليه وسلم إذن له فبئس رجل العشيرة في رواية ابن العشيرة صوى قال وإذن ابن رسول الله صوى قال يا ننفي عن ما ننفي عن ما نكي ونبيه هذا الكايري مركو بنانك تشوغي مركو صوغ لي ويمد ألان له القول حتى أن له عنده منزلة نبيه هذا الكيو مركو أتبعي يعني سي فرح لي وسو دوين لي وقابله هذا الدبع السنة وكلها الله إلى أدم الدبع نين أكتيس درجة كلها كله أو قيمة كلها كله سيدي سوء قابلة بنانك بركو تاقنانا محولي بيس أخو العشيرة ياه وأنا نحن ننفي عن ما مركو ننكي انتو دنتي سيدنا ما يستي بحي أيو نبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحي كتري يا رسول الله لنك مركو بنانك تاقنانا سيدا ساتري مركو كوسو قولا كولاسو فريستانا سيدنا أدور لقنت سيوح وشرال مركز النبي وحيه صلى الله عليه وسلم عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره يعني بن آدم كإلهي أكتيس الروح وشر بدن والروح ذاتك أي أقال كالعراران شركي سبقدين أي كبقيان عدو البك عرض وليد هذا أمن اللي بكاسه قاله كاس آدمه وشر بدن بالنبي صلى الله عليه وسلم مركز نكو وحيه هذا نمع النبي صلى الله عليه وسلم وحقول رقمي مدارات داراه وحدين وقمتهن لكن يعني وحوي حمان وأممه النبي صلى الله عليه وسلم مدارات كاس مرك وحويان ومشروع وينفي عن تهوي معنا وكي حسن ابن أبي الحسن البصري تابعي جليل كهو وكيلها المدارات نصف العقل ساسي له دمبر يعني لكن كان نوعاسي وعقلك النسكي ويدهمبر أنا أقول سواح الله يبر هو العقل كله عقل يهدوب الشربة وإن نغن كأكل نغنت وضد كي إذا نسكود عنه تسكفر سميس كاس في معنا. طيب تاوحة كدوان ومدارات كا نغن كا يقاب كاس يقروح ذا بدن ينبض أي سعو ليس هدي ميشة أتشوكتي مجتمع دحشوكت أوصن هاي المجتمع جاهلي هو ظلمي قوى أسلويه هذه قوانين تمشى كتير وتا قوانين تدور شوكت أيتها ومجتمع جاهلي هو أنا وحب حيرين إنه وياه مركز هاي سدقان إلى إسلامي مركز هكوت لجلين ذات كوا وذا النبضة نبض الله نقه النقل إن لا يلدغ المؤمن يجح المرتين ويا معنا يا لقانين المرك يعني كل ما يشى شوكتو تشي هذا يلوى وتي ولها زهير بن أبي سلمة صاحب المعلق ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم جاهلية دي ساسة آية يعني هذا وحوير رنبا وحق أن لقاء بقين وقالوك دردري دركا هذا هبكا وكو الدفاع عنه إذا دركا وقالوك قلي هذا وح ظلمين وقالوك ظلمين وهذا كان هذا الصومالي دي جاهلية محوية قوائش وإلاده هذا وطبر يرتها وقالوك تشيري reer weyn oo laga baqawaynaa sharkaaga weyn laga cadu bilisto ya
هذا لقى عبد بليس لقى بور كاين قد داير لقولي ولو قدر دري خلاص حد عبد الله قال لقى ميرسني مركا أنت بدن مجتمعات كجاهلية أنظمة جاهلية وما شيء كذا كان كلام بنو عاس مركا سوق هلا هاي سنين تتقوا وذا ونكسين هيو هو هاي قانون كهذا الشيء هذا كله دقمينه تحدر كهذا قاضو وواقع هذا فهم ويمعنى طيب من سالم الناس من روحي سالمة نبض كل النولاد وكل النقمة يوناج يصلح الناس ضدك يسلم ونبض جليا من غوائلهم شرر كودا يدباتوين كودو كنبض جليا وعاشوا نولان والحال هو يسوق قرير العين مد إشي سقبود هيوية جذلان وأفر حسن أيون نولان ياو طيب من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من روحي كان أهذي أو أهذي للعقل عقلك حال أسقنا ذي السلطان من روحي كان أو أهذي للعقل عقلك سلطان أو أهذي عليه كركيس روحي عقلك كركيس أو السلطان يأوذي حجك لي غدا أو أهذا والحال ما على نفسي نفتي سكركي سأيزن أهان سلطان وحوذي للحرص يعني الددالك وما والحال ما على نفسي نفتي سكركي سأيزن أهان للحرص حرصك هي الددالك فراها بضن سلطان وح سلطان يأوذة السلطان معاني بضن بكوي ماذا لكن وحال قوضة بمعنى القوة والقهر ها يعني روحي عقلك وكركيس أود كله وعقلكيس الشقيني وعقلك هجيه دذلك الدنيا ده هي إسرائيل تهذو سلطان يأود كيالر معي معنو سالسؤال يعني عقلك وحك حكمين يا حرصك يدذلك فرح بناء إسرائيل تي الدنيا ده سلطانك معناها مكوي ماذا معناها لبادي مكوي ماذا أدك وقف ولو استعماله الحجة والبرهان وأنا معناها أقول بدن القرآن كو استعماله سلطانك غالبك سلطانك القرآن كو استعماله بمعنى الحجة والبرهان بالقوته طيب كلمة غدا أيدنا معاني بدن بكتب هذا لكن هل كو حلقة بمعنى صار أو أهانية صار أو أهانية معناها سنقول يا ويمعنى طيب وحكوضة ناظمك وبيت كان تشددي سؤال تهي وحو تلمام يا عقلك يو دورك وكله يا هاي بني آدمك حاجات انتيسة يا أخلاق ديسة هي التهذيب انتيس بني آدمك مركو إلهي قليه تبارك وتعالى شهوة يو دوني تانك يو دوني تشعيلك يو تدالك انفراها بضان وحا إلهي قديه سكو أبوري انت بوحي حكمين لها لا بقى ريموت بوالسي عقلي والسي علمي والسي لا بقى داسي وحا لوغو تلاغلي شهودن يا دونيتان كان يا ددال كان زائد كا اني حكميان هدي مركه او عقلي او سلطان كيسي يا اودي سي شقينيسو روحو اي هيستو وحو كعلينيا مركه ددالكي معنى لا انت هي فائده لا انت وك قبنيا وك حكميني معناها سوك وضع طيب طبعا عليه دوح وي عقله وحبك إلهي وآدمها كجوني علي مخلوقات كبدن أو شوقة أيو إلهي ميزك السيء وأنا حبك كلا سارة وهي تكليفته أنت بدن أي كحر أنتها وأنا حب لاجو تلقى لي إنه كإدراجه وحيا لها منافع ذا هي مصالح ذا هي وحيا لها لبك كإيمان يو لاجو تلقى لي إنه ku dareemo iyo macna xubinka wax kala saaro way wax kala sooca xoolaha iyo durjoogta iyo bin aadamka iyo sagaas uu dhaxay tayib madama uu idraag ilaahay talabaadna waa xubin loogu talagalay inuu aadamaha xakameeyo waa breaki way breaki xakameynaya cilinayana waa isaga kulba qadarka uu aqligiisu shaqeynayo buu bin aadamka xumaanta ka xakameeyaa tayib oo mahalikti meelaha halista uu ka celiya
sidaas daraadeed baa waxaa loogu magacaabay caqli loogu magacaabay min caqala. Caqala waxaa lagu bimaanaa dabarka waay sooma. maxaa caqli loogu magacaabay? Lianahu yamnacu saaxibahu can ilmahaalik, ruuxa uu ku jiro ayuu wuxuu ka celinayaa meelaha dhibaatada leh iyo halaagu ka celinaya meelaha lagu halaagsamay. Mar kale waxaa lagu magacaabaa nuhya, ina fii dalika laayata luulunuha sooma, nuha yani annuha waa jamcu nuhya, nuhyadu waa caqliga. Limaada sumiya nuhya? Liannahu yanha saaxibahu can ilmahaalik, saaxiibkiisa ruuxa uu ku jiro ka celiya wuu ka qabtaa. Mar kale waxaa lagu magacaabay xijri, ya soo iyadana laguma magacaabay, iyadana waa la yidhaahda, oo iyadana waxaa loogu magacaabay sidaasoo kale waay. طيب هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر هو عقلك. ما إذن حجر لو يجري لأنه يحجر صاحبه أي يمنع صاحبه عن المهالك، كل ذلك ساسوا عقلي هي النهية هي حجري كل معاني سكروا. وحنا لو عاوي وحبنكي بني آدم كحمانتك حكمين الهوى. طيب سيدا استرادت أي وحوي وحولية هي haddii ruuxa caqligu uu awood ku leeyahay wixii dhibahayay buu meesha ka saaraya, oo ay ka mid tahay xirsiga iyo dadaalka zaa'idka ee adduunyada oo aan soo sheegnay inuu dhibaato leeyahay adduun iyo aakhiro. Tayib, wuxuu leeyahay Sheikh Islaam Ibn Taymiya calayhi raxmatullah, caqliga iyo cilmigu waa labada bini aadamka ka celiya xumaanta نفتنا حكمية، فإذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها. عقلي علينا هدو ماشى كبحه نفط مركزي وحيكون فكنيسا وحياله دبي هو ذي مركز الرعيسا لأن حكميه بمشى كبحه ومعنا. طيب لو ميت بمركز دور كي يكالين تعقله ومشى وقبحه ومركز نفطي هو ذي ورحوك بضته ميد ويانه إن عقله ضعيف ومركاسي نفتي يهوذي ذي أي كتنبتان مركاسي ويهو قنزني وحمانتي كما قمنا مركاسي يضا وضنيس مرنا وحوي عقلي قيواتشوغا لكن ويسيري ونفتي با حيلات ديضا بضن وعقلي ويكسيد علينا حيوك مركا وما استعمالي سيه وحوجيسي وشوغا لكن وي خيامايسا لالا بي يا مركا كومارينايسا معنا عقلي ومركا سيداس وي وكا قران كريم كا ان بدن الله تبارك وتعالى عقلي بني ادم كا ان لبراروجيو او هردد لغا كخيو او لديرو او وشقيو او رغرغمو او وشقديسا قبصدو وكا قران كو انت بدن كا هادلو. طيب اما ايات كونيغا انو فيريو أما آيات كالتنزيلية أما نرشب إنه يعني ويا أرجنم هذا إسبدل هذا أوفيريو إن بدن بقرانك كهلا إن في ذلك لآيات لأولي النهى عقول هل في ذلك قسم لذي حجر واتقوا الله يا أولي الألباب إن شر الدواب عند الله الذين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مركا إسكرف آيدها كهلية عقلك إلهي أكو أمانية عقلك يا مشتقات كيس عقلك يا يعني ما دديسة أنت قرآنك يكسو أرورت تقريبا تضبات قور ويكبضنتها. مركا شقديسة لقاها لنا ومثلا نظرك يتفكرك يتدبرك يتبصرك في آيات الله iyo taariikhda iyo ahkaamta tashriica iyo waxa marka laga hadlana aayadaha ka hadlay lamaba koobi karaba. Sidaas daradeed ba waxaad garan kartaa ahmiyadda ay sharaacadu siisay caqliga, saas wey macnaha yani in la kobciyo in la koriyo in muxuu ahay mararka qaarkood waxyaalaha khuraafaadka ee caqliga bini aadamka dhibaatada u geysanaya laga xoreeyo. Khuraafaadka bini aadamku iska dhaxleen macna la'aanta in laga xoreeyo shaqadiisa qabsado waxa kale. طيب مركا عقلي جا هدو شقينا يو
وحو كحد كجبت بعد يساوي مهالك تات كجبت بعد يسا لكن هدي عقلي الشقيم وايو علمي درنا كوجو درمته مركزي هدي وحويان ومركز إيماني سو حرصها ومركز دون كيو نتيجة دي سيو حمانتي سيو إنه دربنا مانا ييو هاي مركز وحي كتوصي لهاي أد كو إسكجح كمان لهذا عقلي إيه علمي لو هذا هدد ويدو حرصك كله تجيمر من كان روحي أهذي للعقل عقلك وأهذي سلطان حج عليه كركي سغدا وأهانيا والحال ما على نفسه نفتي سكركي سيوصن أهان للحرص دذلك زائد كيدويد الوجود دال السلطان لسقون صل وأهان من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان من روحي مد تاجة طرفا إل أما إنده نحو هوى نفط وحي الربط حق إذا أتاجة إيشيس لفرط الجهل جهلي حد قدبك أما جهلي زائدة وحد نافة درتين وقتاجة أغضى وصبري على الحق حق كركيس قصبر دون يوما مال أون والحال هو إسقو خزيان أويهي مد دلوبي أو فضيحوبي أو إهانوبي طرفك واحد ليدا دا الطرف إشا ليدا في ردا وليدا طيب قاصرات الطرف عين طرفك سوحي وإشوة ودمرك يتشاند على قهل لي إشو دا قابن ورقو دا ميل عنها إشو دا مقعدو قاصرات الطرف في ردن والله استعمالايو طرفك بمعنى في ردن والله كما في قصة نبي الله سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك مركا في ردن لقو دا أما إش اللفتين طيب فرطك فرط الجهلي فرطك وحلي هذا بمعنى تجاوز الحد يعني حد قذبك وفرطك يعني جهلك حد أفكع درتي كلمة أغضى وحلاك أنا من غضى وثلاثية معاني بدن بيكوت ماذا لكن هتي حرف على لقدم بيسي سيدنا وكالي أغضى على الحق مركاسي وحلق وذا الصبر والسكوت على الشيء يعني الشيء كوركي سينات كصبرت وتكوأت كيستا مركا لذا أغضى عليه طيب خزيانك وحلقك يعني من خزية إذا ذل تصلك يعني مركو فضيحه ودلوبه أيال إذا ذا خزية فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أتياه سيدوك لاتو ولا تخزني يوم يبعثون نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركا يعني وحوي خزيانك وبمعنى سجود اللوبي محو كوضا معناها إجمالي بيتك وكوضا وحواي روحي إنديه ستاقة سجود جهلي يا أقوان درادة أي كتن بضطي أقوان درادة يا جهلي حدا فدرتي روحي نفتي سحاق يرسير ربطه يدوني ديدا إنديه أتاقة أرعا مالين أمبا كو إيمان دونتا وحقيقة كور كيدا كسو كنان دونو كصبري دونو أسوغو دوليسن بمعنى ويلا سو قابن دونتا واه ويلا سو قابن دونتا دي إنده هاگا اون آد راعيسو اون هودا نفتاد وصي رفتاد ورفتاي حمانتي ربتاي اون آد كور راعدو الدباقش تا اون إنده هاكو تاكتو سعون ميسي ويكولا سو قابن دونتا كدي من واحد كذب بين دون تحقيق هذا ربط أت كإن التاجيسو إن أت كذب السجنان دون تد كصبر دون تلا وامد أما الدنيا ذي كل صو قابن دون تا هودا أت رعدي أما هذين الدنيا ذي كل صو قابنين وصدا أت كتكتو خرط حقيقة هذا دول استاجي دون تاوى مركا هودا هذا الرعوى طيب هودا وحوك وضاء وماش هذا أي تهي الهوى وحل إلى دم ميل النفس إلى ما تحبه وما يزينه الشيطان لها يعني هوى النفس ووحي نفتاد الربط حمانتها
shaytaanku u qurxinayo wa doonitaanka naftada wa rabitaanka naftada wa jacaylka naftada hawo nafsi wa marka laba ah waxna waa wax ay jeceshahay oo diintu u ogolaatay waxna waa wax ay diintu u diiday oo loo ogoleyn taasa inta badan loo isticmaalaa hawo nafsi way rabtaa laakin lama ogola dhiba ku jira tayib arinta marka israacinu wa saas taradid ba Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka meelo badan kaga digay ruuxu inuu hawo raac noqdo waxa kamida wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa ta'ala wala tattabi'i al-hawa fayudillaka an sabilillah hada bad hawada naftaadi say rabto un daba gasho inaad jidka ka lumayso shaki kuma jiro waa natiija xatmiya laazim wa waxay gaadhaa hawo raacnimada ruuxu heer marka dambe uu ilaah ka dhigtaba macbuud uu ka dhigto way gaari kartaa sida sanam la caabudo kale ilaahagu inuu noqdo naftaado kale naftaadu inuu noqoto macbuudkaad caabuday say ku noqoni marka aad iyada un ka amar qaadato oo say rabtana u yeesho waxay rabtaba ku daba gasho ilaah bay ku noqoto laana daa'a mutlaqa ya iskale الطاعه المطلقه حق لله خالص واه اد وحو الربا لو راعي كرو وح كسته او كو امرنا ان قادته اي تاه وا الله كلي يا طبعا الرسول كو سو ديرسدنا دي اسغي امركيسي بو ودا سوما لكن هدو جيرو عيد كلو او امركيسا اده وحبا كسو علين انه سي مطلقا ادو قادنيسو واد عاود الروح اسغا هادو مدحي هي هادو مدحويني هادو بقري هادو سلطاني هادو والدي هي هاديبا ان امر مطلق وحبا ادن كسو خيلينين ان اد راعدو بمعنى عباده واحد سيده صدرات يبدو الله وحيري افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم بل كوهر مدك نفتي سو وحي ربت الهه كدغت يا بل وديدي اي راع وح الله وحي امرت خمر عب عب sinayso sinayso wax dil dil ya wax dhac dhac waajibaadka ka tag ka tag ilaahay iyo diintiisa wax ka sheeg ka sheeg wax allah wixii ay amarto ma yama dhaaba kaasi shaki male ilaahiisu wa hawada naftiisa ora ka midka laga hadlayo naftiisu caabuda tayib wa maashi dhahan dhalinyarada soomaalidu bal wadaada daacad u noqo yani hawada naftaada caabud waa بل ودا دا داعد النقو وهودا النفط هذا عابد واه طيب الله تبارك وتعالى كان هودا الراعة سيدو كليتو وككو مثاليي روحه هو الراعة اي او كلا لغو مثالي طيب وكي قصدي وتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب واي اوكله روحه ورعا يعني سيده ايغو اوليتو كلو اوليتا روحه علمنا مراعو عقلنا مراعو قيم اي اخلاقنا مراعو لكن وحي نفتي سراو رشبته بو دبا غلاها واي اوكله قيمه ما له وي معنى marka arinta way arinta laga hadlayo marar badan quraanka way ku soo noqnoqotay اتباع الهوى روح مركو هويدي سراعي هدو جهلي او جينا وحلي ده محو هاي ضلال بالده هدي او قرانا يو اساقو قرانا يو علمي جيدال او مركا راعانا وحلي ده غيب لده الغيب الغيب والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم يعني ضلالكو حكيمة علمي لآن وما غوى غيقنا وحكيما دع عمل الآن ساسو معنا مركا علمنا والله سوغي عملنا والله سوغي طيب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وحوليه هاي شيخ هذا الناظم كسو مردهن محوة هاي روح هاسي أسوغو أودو اللي سنبو في النهاية مال الأون أي حق الدشي سكسو قنان دورا أي حقيقة دا وساسو بداية دا إيا بالله وغوري روح هدو هودا نفتي سراعو وحو كدن بين دونا في النهاية إنو دلوبو أما أدونك كد دلوبو أما آخرك كد دلوبو ابن القيم عليه رحمة الله وحولي هاي لكل عبد بداية ونهاية أدونك استبلو يا دماد بوليه
فمن كانت بدايته اتباع الهوى روحي بلوغي سهو الرع نغضة وبالودي سنفتي سوحي الرب ترعى كانت نهايته الذل والصغار لما اتكي سوحو كل ما ذا إنو دلوبه وهوك يهلا كله والحرمان والبلاء المتبوع مركز سيدا سوين اتباع الهوى اسك إلى المركز وكو حكمه علمي يقرشو يعقلك ابن حبان علي رحمة الله وحوله هي العقل والهوى متعاديان فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مصعفا ولهواه مصوفا يعني عقلك يهوذ وإسديديه علاد باك الحيس عقلك هدو صحي وشقين أيه نفت هذا هوذي دي يسير ربطه وإسديديه صوما هذي إسديديه عقلك أوهي اللي مرك لبضوض مرك إسقبتان عقلك أوهي بل عقلك الرباء إنا تكون ميزان تو ميزان النقضه وحي نفط الربط يا نفط وحي الربط وحن الربط صوما انت اذن كأقلانين أسوء علي ميزان كأسوء علي عقلك كو ميزان علمك كو ميزان شرعك كو ميزان وحا ترى هذا نفين نفي وحادي قد دونيس محو شرعك كقبا عقلك صحدي محو كقبا هذه مرك إيقو أي فصحان كأقلو هذي كادي دان وحا ترى هذا نفين راليهم ميالين وان دي دينه طيب من روحي مدتاك طرفا لفرط الجهل جهلي حداف درتي كرشديسا اي حداف كرشلا انتسي حداف كادرتي روحي ايش اوتاك نحو هون هو حقيده اوتاك نفتي سوحي ربتي حمانتا حقيده اوتاك اغضى وصبري على الحق حقيقة كركيدو كصبر دونا يوما مال أون والحال هو إساقو خزيان إساقو دليسن أو فضيحيسن أو قيمة الآن طيب مال أون لكل من دونا وهي النتيجة حمد هذا معنا طيب من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان من روحي عاشر لرقمة أو نحقل لصاحب الناس ضدك لاقى وكلمي منهم حق وضوحه كلكل مياه نصبا دب محيلي لأن سوسهم مامولي دودي هقامين تودو بغي وقردر وعدوان يحد قدب معاشر عاشرة المعاشرة دوحة الإلادة المعاشرة المخالطة والمصاحبة يعني روحي دودك لحق لأو لنو لاذو لصحيب ياه لبوك لكل مياه وعاشرهن بالمعروف وكرم نصب كان وحل هذا بمعنى التعب من نصب إذا أعيا وتعب وتعبك ورفاتك لبك صوص كان وحل هذا الصوص من ساس سياسة إذا تولى رئاسة الناس وقيادتهم يعني ذاتك مركي له قامي أو لمامول وأرمه الله إصلاحي أيال إذا ساس الناس وماشى لك كياني سياسة لك كياني واحد كلمة السياسة وماشى سيكتين طيب وكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ريبني إسرائيل وحا أرمه هذا أتاقنا وهقامين شري نبي هذا نبي مركو تقبى نبي باكدن بين شري والله قصود بدري شري marka anbiyaada hoggaamin jiray oo arimahooda islaaxin jiray oo hagi jiray oo yaani wax weey madax waa tayib wa markuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam aniga sidii nabiga ma dambeeyo tayib baqiyiga waxa la yiraahdaa al-i'tidaa wa mujawazatu al-had inma baghiyukum ala anfusikum fa in baghi ihdahuma ala al-ukhra udwan kana wa dhulmika ya mujawazatu al-had yaani wa had gudubka ya dhulmika wa la ta'awun ala al-ithmi والعدوان وجديد زحوه روحي ددك لا دقمه او دخغلا او لا صاحيبه دب انو كلا كلمه يشكي مليه لان بني ادم ك دبيعتي سوحيت هي ان او حد قدبه او وحد ظلميه طبيعي اصل كوليه هي ولا وصفه جهلي يظلمي
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. لو هذا دبع أصلوا وظلمي بدنيا هاي ونا جهلي بدنيا. جهلي يقول بنا عواي جهلي أقون درادا أنا والي لهذا أذيقو الشيء قرانا إنا هذا نحمانكو كعدنا وجهلي لابد من القرآن قوي استعماله يعني وحن هبونين حتى أذوق قرانا يهدد سميس عالم باته لكن ما هبونه وحن وحن الله جاهل باته هدي أقوان درك وهي سنة جاهل بالليلة مركا ما دام هذا ما هذا بعدي سبا أي تحد قذب إي الظلم إي جهل أوي هاي طبعا عدي سأصل كا لأنه لأن شيه سقصب ويئين اللي بكاسو قاري قصب وي طيب تاوحي تلمام إيسا مركا أولوك بريا هذا ما هن أعلنه شهي مرنبها كجت لجلين إن أد فيوبي إيو أد إن أتكلم بتجشوا أديكوا صاحي هو أحد يبعين كوجارين ورباطة كعج إيمانه هذا سكده حجوك تصور تقلمها طبيعي جالس أولي ما دام الطبيعي جا أولي هاي لبك هتوي مرك ميت كاعتزالي أو دور كاس سكجلي ميس أنت سكجد حلولاته أو دحجوكته والله معاملته بعضو صبري لا بد من توه كيا خير بضمها أنا هنا ندور كي إسكجلون آدم بسجد حبه هو ده الدور قال إسكن نقط إيه هنا ندتك كل حشرة وأن نبقى هذا كصبره كيا خير بضمها وأما السلة اللي هي قانو العزلة والخلطة وعلماء ذي هراء كتبتك قرآن ابن أبي الدنيا وكله حلي العزلة والانفراد أبو سليمان الخطابي وكتابك يسوع عزلة ده وكجاه الله طيب مركا ومثل اللي سويديو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي ضدك إنا تكون لحجرته وظهوله هو تكون لحجرته والله نولاته والله معاملته حدنا أدباته ضد أصبرته إنا كخير بضنته إنا تكدح بحضه حديث كعبد الله بن عمر نبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أهداهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداه مؤمن كذاتك كل حجرة إلا النول لباتذك إيماني سيداتك كل صبرية أدو القادنية أيا كأجر وين مؤمن كأنذاتك كل حجر لباتذك أدنا أن كل صبرين ساسو معنا كاسع خير بدن أيو نبي قوله صلى الله عليه وسلم طيب أصل كبرك سيداسو هاي لكن علماء السلف رضوان الله عليهم ورحمهم جميعا ويسكو خلاف صنايين وهب بن منبه نيك تابعيها أيا وحوليك وحالقها يا إنو يري إن الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم ضدك وحي كود عام بيكود عام اسبدل وين بعد عاي حالة دواء اسبدش نفطيد وحي يقشي كي سيبولي إن أنا سقر دح بحو أنا دح قلم به مركاسا وحان إليبولي لا تفعل فإنه لا بد للناس منك ولا بد لك من الناس ولا قامر من دتك إني حق حاجة وحكيها لنا حق وضنا أقول وحكيها شو مركز دتك دحجوب لك إلهم إليك حوائج ولك إليهم حوائج ضم بيقول إيهين أذيق أنا ضم بادية أقول هذا لكن مركز الله رقم يسوي تحذر ولكن كن فيهم أصم سميعا وأعمى بصيرا وسكوتا نطوقا مال والبوح يذلك ماشي يوبها الناس يندتر تنا يسندتر ماشي يوبها أنا دقها فريسات ودقها فريس ماشي هذا يوبها أنا هذا مارت ماشي هذا الير يوبها أنا هبضني على قدر الحاجة أنت كل بباهيدو أيتها يدتك اللي دحجوك لكن هدي أد بحوها يكون حفكته خلاص مخالطة دي بركة دي بدن باك إيمانية طيب المهم مسألة عزلة هي مخالطة ده علماء قلوب دينا ويفضلان وقلوب وحيليه إن مدبا خير بدن علماء عزلة يوددك إن لغا نحبحو شركو دي لغا عرارو ودور كالاسكا قلوب رقي أرنتاسي فضلي وحاكم إذا سفيان الثوري إبراهيم الأدهم داون الطائي فضيل بشن الحافي علماء بدن با دور بدوحيل هذين يعني وحويان السلامة لا يعدلها شيء ضدك ان دحجيغي دودا ان اد وخ كيليس الله اعلم
inaad lafahaaga lafka kato wax dhaawo ma leh. Qaarna waxay yidhaahdeen war dad ku dhex jira dhibkoodana ku sabra. Raggii dhankaasi xoojiyeyna waxaa ka mid ah Saciid ibn Musayyab iyo Shuraayx iyo Shacbi ibn Mubaarak iyo a'imadii madaahibta iyo culimadii salafku saasay u badayeen in aan dadka laga dhex bixin sida saxdii. Laakiin waxa weeye mas'aladaas xukumkeedu takhtalifu biikhtilaafi nnaas, ruuxna ku dhex jirka ayaa isagana u faa'iido badan, dadkana u faa'iido badan. Dadka qaarna ku dhex jirka waxbana kuma keenaan, ayaguna waa ku dhibaatoodaan, dadkana waa ku dhibaan, oo waxaa badan markaa dhibkiisa badan. Inuu kaasoo kale marka isaga dhex baxo cusulada iska qaata markaa ayaa fiican. Qolaba marka dhanka ay rajaxaan bay faa'iidooyinkeeda sheegaan. Cusulada oo kale ka dhexbaxa waxay ku sheegaan yacni waa faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah cibaadadii baad u faaruqaysa, kow macaasidii dadka aad la dhex geli lahayd ee kaaga imaan lahayd baad ka badbaadaysaa, fitankii iyo doodii iyo murankii dadka aad ka badbaadaysaa, sharkii dadka iyo dhibkoodii baad ka badbaadaysaa, waxaasay tiriya. Qolada kalena waxay yidhahdeen adeerada dhanka kaliya baashaa ka istaagine, bal dhankana ka soo istaaga. Marka dadka ku dhex jirto waxbaad bari oo waxbaad ka baran oo waad anfici oo waad intifaacsan oo waad edbin oo way ku edbin oo waad weheshan oo waad wehelin oo muxuu ahay ajir baad ka dhex heli hawlahooda aad u taagan tahay, oo waxaad baranaysaa inta bini aadanka lagu dhex jiro in la tawaaduco oo tajaarubtii waayo aragnimaad faa'iidaysan oo adduunku keliya ma aha halkaas iyaguna mariya, adigu nin walba hawshiisu la qiilbaxay ma garad. Laakiin sida saxiixa ah dadkuna isku mid ma aha, wadciga iyo waaqica markaa jirana isku mid ma aha, ruux walba xaaladiisaga garanaya. Waa sida masalada guurka oo kale ay ka hadlaan, masaa'il badan oo noocaas oo kale jirta oo han xukum aan la wada siin karayn oon la dhihi karaynin cusulada fadli badan mutlaqan ama mukhaalatada fadli badan mutlaqan, takhtalif ikhtilaafi nnaas. Ruuxii ay cusuladu maslaxada ku jirta ay badan tahay isaga iyo bulshadaba waa inuu markaa cusulada galo. Waa kii xadiidku nabigu sallallahu alayhi wasallam qaasaan markuu zamanku fasaado oo cuhuuddu qasanto akhlaaqdu lunto markaasi wax weeyaan facalayka bikhuwaysati nafsika, naftaada arrimahaaga khaaska qaabil, watruk amra alcaama, yacni bulshada iyo dadka iyo arrimahooda isaga tag, tuurkaaga isaga gal, hawlahaaga iska wado. Marna waxa weeye in dadkii iyo masaalixdoodii iyo danahoodii lagu dhex jiraa dadka qaarkood ay maslaxadu ku jirtaa. Alwaaqic ikhtalif wannaasu mukhtalifuun, sidaas wey macnaha. Gaar ahaan qaybta dambe uu sheekhu tilmaamayo beytka lianna sawsahumu baghyun wa udwaanu, wuxuu si gooniya u tilmaamayaa dadka oo la maamulo arrimahooda oo la hoggaamiyo ya oo la islaaxiyo oo masaalixdooda guud laga shaqeeyo, taa iyada ah ruuxa galaayi shaki ma laha ma badbaadayo. Waa kii ahaa lil xil qaaday eed qaad ya lagu nabadgelin maayo. Laakiin lagama maarmo aadamahan in la hoggaamiyo oo maamul loo sameeyo oo nidaam loo sameeyo oo qaarkiin madax noqdaan oo hoggaamiyaan oo inta kaleeta la hoggaamiyo lagama maarmo noosha ku salaysa, oo ka daalimka ah madluumka laga qabto oo xeerar iyo loo sameeyo shuruuc lagu kala hago qasab waay, laanna ma wada jiri karaan. Wadan soo sheegnay bini aadamku asal waxaa uu dulmiga, haddaan dulmigii meel qabto uusan lahayn waa sida duurjoogta oo kale, waraabo kale soconaya, sida wuxuushta oo kale noqonay. حديث باشرة وليه شيخ الباني وحسن ونبي قوله صلى الله عليه وسلم لا بد من العريف والعريف في النار. عريفك وحلي هذا القيمك تدكو لغم مارمو عيد أتاليسا وسلطانو هقاميسا لغم مارمو، لكن كي عريفك أهاي تدكو هقامينا نار توقلي وآلو نار محال قوضة روح تدكو هقامي ونار كبت بادي ويريه madaxda iyo kuwa kuraasta qabta iyo kuwa bulshooyinka haga intooda badan waa ahlu naar. Laba dhinac bay ka imaanaysaa inay naarta galaan ama xilkay qabanayaan ma istaahilaan, oo iyagoon istaahilin bay qasbadeenoo khalad bay ku qabteen waa ahlu naar. Ama mehe way istaahileen xilkii markay qabteen bay cadaaladda ka tageen oo waajibkiisii bay gudan waayo waa ahlu naar.
ساس تردد ويرتهي عد حلقة وتعامها ونار كبد بادس ويرتهي نصوص تاتل ماميس لأن ما شاء هلسة أو شاء هلسة حتى المامية وكم إذا نصوص تاتل ماميس حديث كي أبو ذر وحور يا رسول الله ألا تستعملني رسولك إلى ما شقي نبت أولها دولد محوائي كلام أموليسو حل إني باني برسولك إلهي مركز فضرب بيده على منكبي مركز النبي صلى الله عليه وسلم قربك أيوك عنت قرف تيبور مركز يا أبا ذر أبو ذر إنك ضعيف يعني أنت برد رمبات تبرد رديس حقيقي كجرته كجر كما يا بمعنى ما ملك يبين آدم كإن له قاميه ننك يدي متي دواه أبو ذر وأنك أتقرن إنسان نين كرم بدن وكعبادة بدن ويرا ويكل الدوان تا روحا وعبادة بدنية إيه هقان أمدد وكل بدن الدوانية وماشي صومالي ذاك قصنتو على الولاية ولين كان الشيخ ويا ملاها دي وحنا لو قولي بله هوش ويكل هقاقل ورس أسبع الشيخ نمدي هقاك وكل الدوية هقانك وحوي ووتك دونا وحوري دونا يا فليل أموري محوة هاي يعني سيدا ميدانك دقال كبرك أوليه يا مامولك يا أرماه هجان كودون الرجون إليه. ساس دلالة بالسياسة الشرعية مركز لقاه الله يو. عمر سياسي دي سي صحابة دي سلف كي فاجر كا روح فاجرة ولكن قوية حق بدن. ودقال كا يا جوبي سي معركة كذا يا كوفي عن. يا روح صالح وضعيفة. وندقال وحبك هاجي قبانين. كيا وعيدا كلودي بتاع. يا كحق بدن. مد سياسة دي يو حق بدن أو قان له وحكله جوينه يو وحكله هجية هي مد صالح وضعيف وعلى بريود بكل عين كريم كم أبل كلوديبا كان اللوديبا سماري كوحوي وحيوب أنتها إنك ضعيف أبو ذر وهوشا واتقطة برضه أنتها هاي وإنها أمانة وأنا أمانه وحسلا ما وهو ليس قلت بإيمان دونه وإنها يوم القيامة خزي وندامة ما لنت قيامتنا وقوم مو إيوه بحين نقول أنت يا أرين لقوف الشلم إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها سمعني روح حق يدك قاضي ملك قاضي حق يدك قاضي لا لوشك مقاضي ريهبلك مقاضي كوحيسك مقاضي وجهك مقاضي لكن ويستاهلا dadkeedii waa hadduusan ehelkeedii ahayn nar buu ku gali hadii uu ehelkeedii ho qabtayna wa adda alladhi alayhi fiha hilka markuu qabtayna wa inuu xaqiisa guto labada dhinac hadduu ka badbaado bas uu jana galay ama uu ka badbaadaya arinta su'aashaydi xilkeeda ka badbaaday tayib marka Soomaali gaadsiye waa ta kala ordaysi baasha lagu rugmay qaar badan baan u maleeyay inay naarta ka soo muuqan doonaan oo muxuu ahaay baasha laga kari waay Allahu musta'an marka ujeedadu wax weeye dadka laabuda wax maamula oo hoggaamiye waa laga marmaan ka hoggaanka u hayana waxa laga marmaan baqiyagooda iyo xadgudubkooda inuu u sabro laga mad kala tagayo laga mana kala cararay tayib man aashara an-naasa ruuhi dadka la muamaloodo la dhaqma la qawl la kulmaya minhum xaqooda wuxuu kala kulmaya nasaban dib لبك ولا لابد واي محيل لأن سوسهم هجامين تودا هي إصلاحين تودا هي هجيد دودو بغي واحد جذب هي وعدوان بغي وقرد الرؤية وعدوان واحد جذب أصل بيوتهاي مركب كنا بتجيلي ميسده أما هدي هذا محب كرني ندور كع إسكال هذا ذو حكرني يسوع ومدى عاد مصالح إذا دنيا هذا كشقيين سنة ليب الآن من نقود نيسيد ليب كأوت القاضي وكل صبر هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.